الأساس كصناع سمنة هم الأب والأم. السمنة مرة وبيجيب 100 مرة. بني آدم بيدمر نفسه بعجلة. تبقى للكتاب هذا مريض تحويل نصف. كانت محبة للسكريات وعمل لها تكميم معدة وخست. أنا مش هاخد قرار إلا لما هو يجي. لازم أخد قرار ولازم أعرف عدوه. نسبة نجاح العملية متوقفة عليه هو، فهيبدأ طول عمره يحافظ على الوزن اللي وصله. الأستاذ الدكتور وليد إبراهيم، أستاذ جراحات السمنة المفرطة، استشاري جراحات المناظير كلية طب جامعة عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة IFSO. ضيف العزيز استاذ الاستاذ دكتور وليد ابراهيم، اهلا بك يا دكتور وليد. ازيك يا دكتور؟ وحشني جدا. وانت؟ الطفل السمين مشروع شاب سمين، صح؟ صح. الناس بتاكل ولادها زي ما بيكونوا بياكلوهم في اخر زادهم. كل يا باشا عشان تكبر، كل يا حبيبي عشان تتخن، كل يا بيبي عشان بلا حنينه اكتر واكتر عليك. الواد يكبر ويتخن وبتاع. يوم يجيبوا لك الواد وهو عنده 17 18 سنه يقول له خلاص بقى انت وصلت سمنه مفرطه، تعالى نروح للدكتور وليد عشان يعمل لنا عمليه. اوصف لي اللقاء الاول، لقاء عيله داخله عليك، اب سمين ماما سمينه، داخلين بشاب سمين وبيفكروا ان هم يعملوا عمليه وبداوا يتناقشوا معاك. اوصف لي هذا اللقاء في بدايته، انت بتستقبله ازاي؟ عيله داخله انت عارف انهم عملوا كل الجرائم في الاكل وجايين محتارين، هيسمعوا كلامك ولا هيخرجوا يعني زي ما بيقولوا يكملوا الاكل في حته ثانيه؟ طب انت ليه حددتها في واحد 17 سنه؟ ماشي 25 25 30 35 50 50 70 زي ما انت عايز. ببقى واقف ورا المكتب كده، يعني قاعد على المكتب كده مترقب. اللي داخل ده من داخلته، يعني هي العيان هو داخل، ما احنا شفنا بقى عينينا وهم داخلين. وما بتبداش تتعلم الا لما تجرب. الشخصيات كتيره متنوعه ومش كل الناس زي بعضها. فانت العام بيبقى داخل عليك ببقى انا لا باصص مترقب حركته، هو داخل عنده ديفورمتي، عنده في حركه، بحاول انا القط في نفس الوقت، انا بحاول القط الوزن، يعني قبل ما يطلع على الميزان القط الوزن، ودي ليها هدف في دماغي. هو داخل لا قدر الله مثلا عنده بوليو شال الاطفال، او انه هي ماسكه عكاز، او انها ماسكه السندات وهي داخله وبتتحرك، او ان هي داخله لوحدها من غير ما حد يساعدها على الرغم ان وزنها كبير، او ان هي شابه. كل واحد من دول مختلف. الحاجه الثانيه وهو داخل وبيقعد، انا دايما بحاول ابص في عينيه وهو داخل، انا حاسس شعوره وهو داخل. هو داخل مكان في جراحة، في تقطيع، في دم، في عملية. هو خايف، فبيبقى دايما الهدف أول ما يخش إنه يطمن نفسيا. لو اطمن هيسمع، ولو سمع هيقتنع، ولو اقتنع هيشاركني فهننجح مع بعض. أنا عايز أمتصه. هو داخل مضطرب جدا، داخل خايف جدا، وسمع كلام كتير، وسمع ان تحويل المسار بتتعمل في 4-5 ساعات، وسمع ان التكميم معرفش تتعمل في ساعتين، وسمع ان في تسريب في التكميم، وسمع ان تحويل المسار عيانين لا قدر الله بيحصل لهم مشاكل، وسمع ان في عمليات بتفشل، وسمع ان وسمع 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 وسمع، وداخل وهو حتى بره العياده انا متاكد انه بيسمع، بس انا ببقى عارف هو بره بيتقال ايه، لان دايما اللي بيتقال بيبقى من واقع خبرات المرضى، فبيبقى عن تجربه سابقه لينا احنا، فالحمد لله ببقى لحد ما مطمئن. وهو داخل بقى عايز يحس ان هو ان في بيس، في امان. هو ده اللي انا بحاول دايما ان انا اقابل بيه العيان، ان انا احاول حتى مع كتر العيانين
ان انا ليا يبقى في وجهه نظر، زي ما احنا اتعلمنا في الطب العيان اللي داخل لا ده انت عينك مورمه ورجلك مورمه وايدك مورمه، انت عندك اديمه، في عندك مشكله في القلب. العيان لما انت تبص وتقول هو بيبدا يقول لك اه لا ده شاف قبل كده، فبيبدا يطمن. وابدا اقول له وزنه قبل ما يطلع الميزان، اقول له انت 140 من 140 142، انا عندي مقياس طول، ما بقيسش الطول، انا بقيس على نفسي، انا عارف طولي وبقف جنب العيان وراح قايل له انت 162 او 161 سنتي، هو يقول لي انا 160. انا ببقى سعيد من جوايا وهو بيبقى مبسوط، هو بيحس ان هو في نوع من انواع الاحترافيه، فبيبدا يحس بالامان. هي دي النقطة الأساسية اللي أنا ببقى بحاول أعملها في العيادة. يعني أنا ببقى حاسس إن هو يعني العيادة أنا بشبهها بحاجة قوية جدا. شغل جوه قطر العمليات ده شغل تكنيك فني، في ميكانة تقطيع وتوصيل ودي بالبراكتس والتكرار والليرنينج كيرف، القصة بقت خلاص الحمد لله أوتوماتيك. بس في ناحية تانية في العيان اللي هي الناحية النفسية، ودي جزئين او بالاحرى ثلاثة. وهو داخل العيادة وهو اثناء النزول ال 12 شهر كويس، والفترة اللي بعد العملية على طول اللي هي اول 10-15 يوم اللي فيها اي اعراض جانبية قد تظهر. في كل مرحلة من دول ليها كيفية تعامل انا بحاول اطبقه. يعني انا بشبه القعدة في الـ في الـ في الـ في العيادة وانا قاعد في العيادة ان هي صراع ودي، مين هيكسب دماغ التاني ويقنع التاني، وهدفنا في الاخر ان احنا الاتنين نقتنع بكلام مظبوط علمي صح عشان بعد العملية نقدر نتجاوب واتيفر، حتى لو في لا قدر الله اعراض جانبية يبقى في مساعدة ما بيني وما بين المريض. فهنفترض ده مثلا ايه من الايفالويشن او التقييم اللي انا ببص على العيان. دايما انا بحاول احط عيانين في دماغي صراحه، بحاول اتجنب ان انا اعملهم عمليه. في ناس بتخش عندها سمنه بس بتتكلم كتير قوي وعندها شكوى كتير ملهاش علاقه بالسمنه، بيبقى الى حد ما في نوع من انواع ال 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 انساتسفايد سايكاتريك ديسير. هم دول اللي انا في اضطراب نفسي. لازم الاول يروح يتعالج، وده اللي انا بعمله او بحاول ان انا لما استبعد عنه موضوع العمليه. هدفي في الاساس ان احنا ننزل وزن ونعمل عمليات. بس زي ما احنا قلنا قبل كده في حاجه اسمها مدى رضا المريض عن العمليه نفسيا وعن الجوانب الغير مضيئه في العمليه، لان في جميع الاحوال من بعد ما احنا اشتغلنا الاف الحالات وشفنا حاجات نسب نجاح عاليه جدا والناس هي اللي بتحكي عنها من ناحيه علاج الامراض ومن ناحيه نزول الوزن ومن ناحيه التحسن النفسي، بس دايما في جوانب غير مضيئه ولتكن بسيطه. يعني لو في شويه ترجيع في الشهر الثالث او حتى في اول 3 اشهر من بعد العمليه، او احساس بالقيء، هو احساس سيء وسيء بالنسبه للمريض. احنا اي واحد فينا لو عنده احساس بالترجيع هيبقى مش طايق نفسه، دي جانب بيعتبر غير مضيء في العمليه. هو لو ما عندوش الجانب المضيء اعلى وباصص للجزء الـ 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 الحلو في الموضوع هيمسك في دي ويبقى غير راضي نفسيا. هم دول الناس اللي انا في القعده دي بحاول ان انا لو هو مش ساتسفايد ان هو ما عندوش في حاجه اسمها رضا عن النفس، ان هو يبقى راضي عن نفسه في جميع احواله. دول بحاول ان انا اتجنبهم. الشباب الصغير، انت اديت مثال في الاول للشباب الصغير، ده غالبا بيبقى حاجه من اتنين. يا اما هو عنده الرغبه. انا شايفه اسهل حد. لا ده في ناس صعبه قوي في الولاد الصغير. من 17 ل 22 في ناس جايه مزقوقه، يا من الام يا من الاب مزقوقه. هو بيحب الاكل جدا بس وصل لدرجه من الوزن انه لا يستطيع التكيف مع حياته، 140 لغايه 200 ومع ذلك بيحب الاكل، ومع ذلك هو ما عندوش اي استعداد ان هو يعمل عمليات، خاصه ان سنه صغير. في ناس، في شباب كده سنهم صغير لان صحتهم لسه
الدنيا شغاله معاهم ومش حاسس باي مشكله، ممكن ينزل ديسكو ويرقص ويصلي بيقدر يتكيف. ده اللي بيبقى صعب، لانه جاي والدته هي اللي بتقعد تحكي، انا بسمع بقى وانا قاعد بتفرج بشوف مين اللي بيتكلم، هي اللي بتتكلم او هو اللي بيتكلم، الاب بيتكلم ولا المريض اللي بيتكلم في السن الصغير ده. انا احب ان هو اللي يتكلم، لا ولد او بنت عنده الرغبه قويه فبيدينا نتائج هايله. عندي سؤال مهم قوي ودي قضيه برضو هعرضها عليك. يجي المريض بالسمنه المفرطه في عيادتك، واول ما يدخل في مرضى هيقولوا لك كده انتوا حيرتونا بقى، يبدا الكلام كده باللغه دي او بلغه مشابهه له، تحويل المسار ولا تكميم المعده؟ تحويل المسار يا باشا بتقولوا عليها المعيار الذهبي، وتكميم المعده بتقولوا عليها اكتر عمليه انتشارا في العالم، وبعدين بعد كده بتقولوا لنا ان تكميم المعده دلوقتي بتحقق بعض الاهداف اللي كانت بتحققها تحويل المسار، وبعدين ترجعوا تقولوا لنا لا بس السكر يبقى تحويل المسار، وبعدين ترجعوا تقولوا لنا لا بس في دلوقتي نتائج وابحاث بتقول ان تكميم المعده بتعالج السكر كمان زي تحويل المسار او تقترب منها في النتائج. ما ترسونا على بر في لانه هذه الحواريه العلميه خلت بعض الحالات تتردد، تقولوا لما يخلصوا هم الكلام ده وقولوا لنا ايه مين احسن من مين احنا هنروح. ده كلام المرضى. تمام. العلم بكلامه مش كده، كلام العلم اللي انا كراجل بروفيشنال عارف كويس جدا ان دي ناجحه ودي ناجحه ودي ليها مريض ودي ليها مريض، وساعات مريض بيبقى يعني نافع له الاثنين، والقصه بتتوقف على اختيار الدكتور في الاخر على مقاييس او معايير قليله، لكن الجمهور الشعب مرتبك بسبب ارتباك المشهد الاعلامي في الحوار عن الفروقات بين العمليتين. احنا ما نرجع للكلام الطبيعي، الكلام المنطقي. انا دايما بحاول ابص للمواضيع بصوره منطقيه، 1+1=2. احسن حاجه في القصه دي ايه؟ من وجهه نظري طبيعه ربنا اللي هي ايه؟ الرجيم. انا كجراح واستاذ جراحات سمنه افضل شيء الرجيم. رجيم بس بمعنى ايه؟ رجيم انا عندي مشكله، انا عندي وزن زياده، واقول لك ليه رجيم وبعد كده يبقى في اوبشن. رجيم لمده 6 شهور، رجيم بان انا امسك نفسي عن الاكل في صوره دايت لمده 6 شهور، وان انا اقضي على رغبتي في الاكل اللي هي رغبه الجوع بارادتي مع الرياضه عشان انزل في خلال 6 شهور، لان مفيش زي الجهاز الهضمي اللي خلقه ربنا سبحانه وتعالى في جميع الاحوال بدون اي تدخل، وده على مستوى الجراحات كلها. نسبه النجاح في العمليات لما بنيجي نقيسها احنا بنقيسها على مدار اول 5 سنين بعد العمليه، ونسبه النجاح في التكميم او التحويل مع بعض تكاد تصل ل 95% في اول 5 سنين. نسب النجاح لغايه لما نوصل ل 15 و20 سنه بتبدا تقل، ومعنى انها تبدا تقل معنى كده ان العمليات ليها دور، لازم الناس تبقى فاهمه العمليه بتعمل ايه. العمليه مش عصا موسى هي الحل السحري، حتى لو عملت تحويل مسار مش معناها ان انا هاكل كل شيء سواء كان سكريات او دهون او بروتينات وان انا يبقى وزني 62 ل 75 كيلو لمده 30 سنه. وفي تكميم المعده ان انا صغرت من حجم المعده ونزلت في خلال 12 شهر وبقيت من 150 بقيت 70 كيلو، او من 200 نزلت بقيت 80 كيلو، ان انا هفضل 80 كيلو جاست ان انا وصلت خلاص بعد 12 شهر للوزن المثالي، ان انا هفضل على الوزن المثالي لغايه لما اموت. تكميم او تحويل بيعدلوا من البيهيفير بتاعة طريقه الاكل، وده اللي بيحصل في اول 12 شهر بعد العمليه. تعديل اسلوب الاكل، اسلوب الاكل ان بيبدا يعمل لك اسلوب في طريقه الاكل. ان احنا نبدا ناكل 3 مرات بس، وان احنا نبقى حاطين المواعيد بتاعه الاكل. انا مش لازم هاكل الساعه 3 يبقى اكل الساعه 3، لا انا هاكل وجبه في نص النهار. بس الوجبه دي ليها استعدادات، ان انا قبليها بوقف سوائل عشان المعده تبقى فاضيه، واثناءها ما بشربش سوائل عشان اقدر اخد وجبه مشبعه، وبعديها ما باخدش سوائل عشان ما ارجعش. انا بس مش كده انا باكل بطريقه ان هي في روتين للاكل، لا ده انا بظبط الكيميكال عندي في دماغي ان الساعه 3 للساعه 5 هي دي فتره الجوع عندي، وان دي الفتره اللي هقعد فيها هاكل
وان الفترات اللي ما بين الاكل ما فيهاش اكل لان فيها سوائل. هو ده السيستم اللي انا بمشي عليه 12 شهر في التكميم او التحويل، وده عن طريق المتابعه عشان اظبط بيهيفير يمشي معايا طول العمر. هو ده السؤال الجاي، هل ينتهي علاقه الجراح بالمريض بعد العمليه الجراحيه؟ انت جاوبته دلوقتي خلاص، لا ينتهي. لا ينتهي. طب افرض انتهى، يعني افرض مريض راح لجراح عمل له عمليه وانهى العلاقه بينهما بعد العمليه مباشره، يتصل بيه على التليفون ما يردش، وده بيحصل في عالم الجراحات السمنه وله مردود سيء جدا. هو ما هو المرضى ايه ده بيحصل؟ اصل في ناس كتير بتعمل كده. ايوه انا عارف ان في ناس كتير بتعمل كده، عشان كده بسالك. ما هو الثمن سيدفعه عالم جراحه السمنه. ايه هو الحاجه عشان بس نوضح للناس؟ ان مريض يعمل عمليه عند جراح يتصل بيه بعد كده خلاص ما يلاقوهوش. اصل جراحات السمنه مختلفه عن الجراحات، يعني جراحه الاورام، جراحه الاورام انت بتشيل الورم والموضوع انتهى. جراحه السمنه انت بتعمل حاجتين، وده دايما اللي كنا بنقوله في المؤتمرات، احنا بنعالج السمنه مش عن طريق التعامل مع الجهاز الهضمي قد ما هو تعامل مع البرين، تعامل مع المخ والكيميكالز. ده مش من مجرد قطع ولزق قد ما هو تعامل في طريقه البيهيفير، وطريقه البيهيفير دي محتاجه تواصل، محتاجه تواصل بعد العمليه، يعني محتاجه متابعه واذكر. هي الفكره اللي عامل تكميم بعد سنه في اول فتره بيقلل السكريات، وبيقلل السكريات لان انا ببقى نطط على دماغه ممنوع السكريات، ممنوع السكريات لان السكريات فيها شوجرز بسيطه ممكن يحصل لها امتصاص من المعده. بعد 12 شهر لو هو دول 12 شهر في كل مره ممنوع السكريات، ممنوع السكريات، ممنوع السكريات، بعد 12 شهر تقريبا نسبه كبيره خلاص المتابعه بيتابع المريض مع نفسه بيكون وصل للوزن المثالي. لو هو مش حاطط النقط دي في دماغه ممكن يحصل ارتجاع للوزن بعد 5 سنين أو 6 سنين. طب انا متشوق للقصص دي على قد ما تفتكر. انا عارف ما شاء الله عدد. دكتور ايهاب ده دكتور صيدلي؟ ده دكتور صيدلي. هنمسكهم قصه قصه. وده كان عنده زياده في الوزن وكان عنده السكر. وكمنه يعني الناس الانتليجنت اللي عندها درايه بقصه تحويل المسار وعلاقتها بمرض السكر، كان عايز يعمل عمليه تحويل مسار، وفعلا عمل تحويل مسار والحمد لله السكر اختفى تماما. ايه اصعب حاجه واجهتك معاه؟ والله ما فيش حاجه. ده كان في مرضى. طب تعالى اللي بعديه، تعالى نشوف القصه اللي بعديها. ده اللي احنا اتكلمنا عنه في البدايه، ده احمد. احمد احمد يعني شوف الفرق في الوزن، هو بعد 6 شهور بس من تكميم معده صح؟ ده ست شهور يعني كمان سنه اعتقد انه هيخس كمان شويه، بس هو ما شاء الله دلوقتي حاجه ايدي يعني برضه راجل. واعتقد هنا ان نفسي اعرف برضه شوف الانطلاق، الفرق في الابتسامتين. ده ابتسامه المفروض انه بيتصور وهو مبسوط في المره الاولانيه اللي هو وزنه زياده، دي مش ابتسامه واحد مبسوط خالص. اكتئاب في الصوره الاولانيه. هو كمان خلي بالك الملامح ما بتبقاش واضحه بصوره، لما الوزن بيبقى زياده ملامح الوش ما بتبقاش واضحه. كان غير راضي عن نفسه. اما بيبدا ينزل في الوزن عظم الفك بيبدا يبان، الملامح بتبدا تتنحت من الاول وجديد. ده احمد. طب اللي بعديها بقى، القصه اللي بعديها ده من الحالات الماركت، يعني ده اداه نموذج للفارق بين الانسان اللي بيعاني من سمنه والانسان بعد ما بيتعالج ازاي بيتحول الى شاب، يعني زي ما احنا شايفين مليء بالشبابيه، مليء بيلبس اللي هو عايزه، بيقفل الجاكيت. اعتقد ان هو ما كانش هيقدر يقفل الجاكيت. طبعا. هي كل الصور دي بتعبر عن الكومبارزون، المقارنه المرعبه اللي ما بين قبل العمليه وما بين بعد العمليه، بيبان في الصور، بيبان اكتر في لما تيجي تتكلم معاه. يعني ناس كتير قوي شخصياتها بتختلف اما بيخس في الوزن. ده اللي انا لاحظته في المتابعات، بيزداد نوع من انواع الثقه، فبيقدر يتكلم اكتر، فبيبدا يعبر عن نفسه اكتر. بحس ان الشخصيه بعد 6 شهور من العمليه، لا مش هي دي الشخصيه اللي كانت جايه وتتكلم معايا قبل العمليه او حتى بعد العمليه بشهر. ممكن يكون في تغيرات هرمونيه بتحصل في تكميم المعده، لان الهدوء النفسي ما هو عباره عن توازن هرموني. هل تكميم المعده بتعمل نوع من انواع اعاده تظبيط الهرمونات في الجسم؟ وارد جدا.
تحويل المسار بيحصل اعاده تظبيط للهرمونات فيأثر على الناحيه الدماغيه السيروتونين الفرحه وارد جدا، بس ما فيش دراسات حقيقيه اتعملت، بس لا المود بيختلف تماما. طيب اسئله سريعه واجابات سريعه. اول سؤال سريع، ايه اكتر حاجه انت خايف عليها في جراحات السمنه دلوقتي؟ اكتر حاجه خايف على جراحات السمنه منها في الاعلام، في معتقد الناس، في تفكير البعض، في ما يشاع في الفيسبوك، حاجه انت خايف على جراحات السمنه منها تقول خلي بالكم الكلام اللي انت يعني التصرف او الفكر ده هيضر جراحات السمنه اكتر حاجه؟ هو في كلام كتير طبعا مغلوط، والكلام ده بينعكس سلبيا على جراحات السمنه. موضوع الفيتامينز وتحويل المسار كلام مغلوط، ان الناس بتعمل تحويل مسار وما تحتاجش فيتامينز. اصل الكلام بال يعني علميا وبالعقل في تحويل مسار، الاكل ما بيعديش على اول 2 متر او 3 متر او 4 متر، ما بيعديش على الاثنى عشر. الاثنى عشر ده بيحصل فيه امتصاص للحديد والكالسيوم، كلام واحد سنه اولى وثانيه طب، وبيحصل نقص في فيتامين بي كومبلكس. الاكل بينزل ما بيعديش على الحته دي، فبيحصلش امتصاص للفيتامينز في الناس اللي عامله تحويل مسار. هو احنا فيتاميناتنا بنجيبها منين؟ احنا مولودين بيها؟ دي موجوده مخزون في الكبد وفي جسمنا، والمخزون ده من 3 لـ6 شهور. في تحويل مسار مش هناخد فيتامينز. طب الاكل اللي بناكله ما بنستفيدش من الفيتامينز. لو كنا بنستفيد من الفيتامينز ما كانوش الناس ادوا فيتامينز. وبالتالي ازاي انا اخد عامل تحويل مسار وما اخدش فيتامينز؟ طب هو الموضوع مش يعني مش واضح جليا قوي ليه؟ لان الاعراض الجانبيه لنقص الفيتامينز قد تتشابه مع حاجات تانية كتير، وانها بتحصل في خلال 6 شهور لسنة لسنتين بعد العمليه، وبتبقى تدريجيه، وفي الاخر ممكن تؤدي للديمنشيا اللي هو يبقى معتوه ف او متنح. فمن الواضح ان الناس بتتعامل مع الحاجات دي على انها حاجات عاديه، فدي حاجات طبعا مغلوطه. ان تحويل مسار من غير فيتامينز ده شيء مغلوط. القصص بقى اللي حوالين العمليات، ان العمليات اعراض الجانبيه بتاعتها زيرو، لا ما في اعراض جانبيه، ولتكن يعني احنا عندنا الحمد لله 5 في الـ1000 كعرض جانبي. المهم ان هي بتتعالج، انما هي مش برضو زي ما قلنا مش سحر 100%. الحاجات المغلوطه التانيه ان تحويل مسار بتعمل في 3 ساعات و4 ساعات، والناس بتعملها بالجراحات، وان الجراحه احسن من المنظار. ازاي يعني حد برضو عقلانيا جرح قد كده ولا 5 فتحات او 4 فتحات كل فتحه قد سنتي؟ يعني طبيا فتحات صغيره ولا جرح كبير؟ يقول لك عشان اصل هو لما بيفتح بالجراحه بيبقى حاطط ايده على حاطط ايده فين والكلام فين. كل الناس دلوقتي بتحاول تعمل جراحات مايكروسكوبيه، والناس بتعمل جراحات عن طريق البق، فاحنا بنرجع ورا ولا بنطلع لقدام؟ وانا النهارده قصدت ان يكون الحوار يعني زي ما اقول من العياده، من كلام المرضى، مش من احنا ما دخلناش في عمق الطب قوي، ولا رحنا ولا كلمنا كلام يعني زي ما بيقولوا علمي. انا ما بحبش الكلام المعقد. يعني اتكلمنا ببساطه من خالص. ارض الواقع، من ارض الواقع. قعدنا انت العيانين، وعلى فكره انت دخلتنا يعني فسحتنا فسحه كويسه جدا في اوضه مكتبك. قعدنا في اوضه الاجتماعات شويه، في اوضه العمليات رحنا كده بسرعه، مشينا مع العيانين دول في قصص قصص المرضى يتعمل منها كتب لا تنتهي. انت نورتنا واسعدتنا في العرض طبعا. ضيف العزيز القمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور وليد ابراهيم كان ضيفي في الدكتور. خليكم دايما مع بعض.